بات ايضا في فريق النادي الاهلي زي حسام عاشور عنده ثلاث انذارات، وليد سليمان ايضا ثلاث انذارات. خلينا واحمد حجازي خلينا نشوف تشكيل النادي الاهلي النهارده المكون من احمد عادل عبد المنعم في حراسه المرمى، اثنين مساكين رامي ربيعه وسعد سمير، ناحيه اليمين محمد هاني، بس محمد هاني هيلعب من قدام، هيلعب باسم علي باك رايت ومحمد هاني هو اللي قدام، احمد فتحي النهارده هيلعب نص ملعب هاف ديفندر مع عمرو السوليه، وناحيه الشمال حسين السيد. قدامهم هيكون صالح جمعه وزي ما قلت لكم محمد هاني، واثنين مهاجمين النهارده بيبدا بيهم مستر مارتن يول عمرو جمال وعماد متعب. يعني تشكيله النادي الاهلي احمد عادل عبد المنعم، ناحيه اليمين باسم علي، ناحيه الشمال حسين السيد، في قلب الدفاع سعد سمير ورامي ربيعه، في نص الملعب اثنين هاف ديفندر عمرو السوليه واحمد فتحي، واثنين قدامهم. ناحيه اليمين هيكون محمد هاني، واعتقد صالح جمعه بيلعب فري شويه، بيلعب يعني بيديله اعتقد هيديله فرصه ان هو يلعب فري وينزل يعمل الواجب الدفاعي مع عمرو السوليه واحمد فتحي، واثنين مهاجمين النهارده بيبدا بيهم مستر مارتن يول عمرو جمال وعماد متعب.